نبتدي مع بعض نعمل وصفة الكيكة بتاعتنا. عندنا هنا 3 بيضات، هنضيف عليهم بشر بسيطة من الملح، هنضيف عليهم كيس من الفانيليا، بشر ليمونة، ممكن نكتفي ببشر الليمونة بس لو مفيش فانيليا. هنضيف عليهم 150 جرام من السكر ونبدأ إن احنا نجيب السكر. هنضيف 2 كبار من الزيت، هنضيف عندنا 150 ملي من الحليب اللي هو السكر. عندنا 300 جرام من الدقيق، هضيف عليهم 24 جرام من البيكنج بودر، هبدأ إن أنا أضيف 2 معالق من الحليب السكر، بس عايزة أوصل لسمك خمس ساعات. عايزة أنا أخف من كده، هضيف كده 2 معالق. هبدأ أنا أضيف الحليب بالتدريج لحد ما أوصل لسمك الكيكة المظبوط. هضيف هنا عصير ليمون، كده احتاج معايا حليب يعني 250 ملي من الحليب. هندخل الفرن سخن، دي اول ما طلعت من الفرن لازم نحطها عشان لحد ما تهدى خالص معانا. هنا طبعا بعد ما هي بردت هنبدأ ان احنا نديها بس كده شوية معلقات. عندي هنا كوباية من الحليب، حط عليها بس شوية سكر صغيرين وهبدأ ان انا عندي هنا اي صوص من الشوكولاتة عاملاه. هنقطعها على طول، بس انت افضل حاجه انت تسيبيها لحد ما تبرد يعني.